اسامه، ميدو اسامه زي ما الكابتن محمد قال احسن اتنين في الشوط الاول ميدو اسامه. لو نجيب بس لقطه الهدف، بص هنا برضو اللي لعبها مين؟ احمد خالد كباكر لميدو اسامه. الكره دي كانت تسلل، اتحرك بشكل بص بص اه دي هنا هنا من الاول. ايوه ارجع أول. ارجع بس ثانيه واحده، ارجع ثانيه واحده. القطعه مين اللي قاطعها في المكسب الكره الثانيه؟ احمد خالد كباكر. هو اللي استعاد لك الكره الثانيه في بدايه الهدف. صح، لعيب ممتاز احمد خالد كباكر. بص لعبها ثاني لمين؟ لميدو اسامه. ميدو اسامه هيلعبها لميدو نيابيل اللي بيتحرك بين الخطوط، هيلعبها ثاني لاحمد خالد كباكر. بص الوش الرجل ده لعيب كبير. الثاني بقى بيرقص وبيحطها بالشمال، بالشمال في المقص، ترقيصها بجول، الطريق وبالشمال. ميدو اسامه ايمن طبعا. هاتولنا يا جماعه اللعبه دي من اولها بصراحه، لان بصراحه هدف هدف حلو، هدف جمالي. بس بص هنا هنا مين اللي جاب الكوره؟ احمد خالد كباكا. لعبها لمين؟ لميدو نبيل، لميدو اسامه الاول. ميدو اسامه، ميدو نبيل بيتحرك بين الخطوط لان هو اللعيب اللي كصانع العاب بيلعبها كمان. يا احمد في اللي بص ان بص كباكا التمريرة كمان مكمل. بص التمريره انا عاجبني قوي، التمريره الاول وبعد كده الترقيصه. يعني ارجع بس هات وش الرجل في التمريره دي، حاجه تحس ان هي تمريره لعيب كبير بتاعت ابو تريكه فاهم، بوش الرجل الخارجي دي. اللعيب احمد خالد كباكا عاملها بشكل كويس قوي، وبين الاثنين المدافعين يعني حضرتك بوش رجل وبين الاثنين المدافعين، وميدو اسامه رقص حلو قوي وحطها في البعيده قوي قوي. فده الشوط الاول تتويج لمجهود الاثنين دول. الميزه كمان في كباكا، بص 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 اهي بوش الرجل، بص وش الرجل، تمريره لعيب كبير احمد خالد كباكا. بصراحة أنا شايفه يستحق يلعب في الفريق الأول. صحيح. في نهاية الموسم حتى يستحق. صحيح. إن هو خاصة كمان لو في احتمالية لرحيل أحد اللاعبين مثلا. صحيح. ممكن يكون أحمد خالد كباكا نواف، يعني 18 سنة يعني لسه يقدر يعني. على فكرة ده واحد من الصفقات اللي جاي من وادي دجلة. أيوة. في السيزون ده، في السيزون ده ده جه واحد من الصفقات اللي جابها النادي الأهلي. الميزة أحمد في كباكا بقى إنه إيه؟ بعد المجهود إنه قطع الكورة كمل، ما اكتفاش إن هو يلعبها ويستنى، لا هو كمل كمان ورايح في حتة الشمال. هو قطع الكورة افسد هجمه بالظبط وصنع هدف وكمل كمان فيها وصنع هدف وصنع هدف. دي الاجابه. بس انا بقى شايف في سلبيه. اولا انا شايف بطء في تحضير الهجمه قوي. انا بصراحه في كمان حاجه تانية، شايف ان 3 ورا مش حلو قوي في ماتش زي ده. انت محتاج تهاجم اكتر، محتاج تروح اكتر. انا شايف ان مثلا ابراهيم عبد الحكيم وعبد الجواد عبد الرحمن، حتى كنا بنتكلم ان ابراهيم عبد الحكيم بيضطر يخش في وسط الملعب. بزبوط. فممكن يطلع واحد منهم وتقدر تنزل واحد قدام زي محمد رأفت او حسام عادل او ابراهيم عادل مثلا، بحيث ان انت تعمل زياده اكتر في وسط الملعب وتقدر تجيب جون تاني تسجل عشان تحسم المباراه.